وبعد حصول القانونين على مصادقتكم الكريمة يمكنني القول أنكم صادقتم على قانون ممتاز حيث يتمتع بالعديد من إيجابيات، أهمها بشكل سريع نخرجها من شكل مواد ونرجعها في شكل أدبيات. أولا الوضوح، ما خلينا فيه ولا مادة غامضة، الدقة في الصياغة، ضبط الأجال سواء في منح الرخص أو في القضايا اللي ناقشتوها، تثمين الشهادة الجامعية بالنسبة للصحفيين أيضا، منحت القوانين في ثلاثة على كل حال يعني امتيازات مهنية عديدة للإعلاميين.